ما اجتمع قوم يذكرون الله، ما اجتمع قوم يذكرون الله. أظن الموضوع ده هو الأصل في الموضوع ده، الأصل في الجلسة دي. الأول نسأل الناس اللي قاعدين، عايز أسمع صوت واحد، في حد هنا جاي المصلحة؟ في حد وراه وراء القصد دنيا؟ لا. يبقى ده الشرط الأول، ما اجتمع قوم يذكرون الله، يبقى الأصل في الجلسة ذكر الله. إلا أدي ده اللي عليك، بس إن أنت حضرتك تجينا هنا مش عايز إلا ربنا، الباقي علينا إحنا. هتعملوا معانا إيه بقى؟ اسمع بقى كيف ستتجلى الحضرة، عشان كده سموها حضرة. لذلك عرفت الحضرة في كنوز الإشارات وقلت أنها فيض حنان رحماني على بساط سرادق، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهمت؟ فهمت؟ ما يعني إيه حضرة؟ الناس أصل إحنا ما سمعناش الكلام ده في الكتاب. بيقولوا حضرة، يعني إيه حضرة؟ هي فيض حنان رحماني في بساط سرادق، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. واحد، احنا اللي علينا نعمل ايه عشان نبقى، بحب كويس جدا ادقق على اللي عليك عشان تاخد اللي عليه، ما تجيش تطالبه باللي عنده وانت ما عملتش حاجه. هو صاحب فضل، بس لازم تيجي عمل. شوف من فضل ربنا على عباده انه جعل هذه المجالس لا يتوضأ لها إلا بالإخلاص. ولذلك سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه يقول: توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر، وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر، وقدم إماما كنت يوما إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر. فهذه صلاة العارفين بالله يا فتى، إن كنت منهم فانضح البر بالبحر. إيه الكلام الملخبط ده؟ دي مش فزلكة ولا حاجة، أنا عايزك نبدأ نتوضى النهاردة عشان نصلي صلاة العارفين. كفاية بقى صلاة الغافلين، كفاية ذكر الغافلين، كفاية كل يوم والتاني. يا عم الشيخ أصلي ولا أجد قلبي، هو إزاي الواحد يخشع؟ أصل أنت مش عارف تخشع إزاي عشان حاجة واحدة هقول لك عليها بسرعة قبل ما أبدأ الحديث. ده السؤال اللي كل يوم واحد يسأله لي. يا عم الشيخ، هو أنا لما بقعد أقول الأوراد ما بحسش كده بالخشوع، أنا بقيت بصلي عادي، أنا بقيت حتى أورادي بقولها لمجرد الأعداد وخلاص، بقرأ القرآن مش لاقي قلبي. هقول لك إزاي تلاقي قلبك ببساطة شديدة جدا. أنت مش لاقي قلبك لأنك فاكر إن ربك سيتجلى على قلبك بعمل. أمال نعمل إيه؟ نعمل إيه عشان ربنا قال أن الخشوع تعريفه هو حلول نور الحق في القلب، استضافة ربانية، ربنا بيتجلى على قلبك. ده بقى لا ليه عمل تعمله ولا ليه عبادة بكم ولا كيف، أمال يكون إيه؟ الفرغ إناءك للعطر الرباني. يبقى هذه المجالس نأتيها بالإيه؟ بصدق النية بس، ده المطلوب من سعادتك. يبقى ما اجتمع قوم يذكرون الله بس، إلا اللي جاي كله بقى بتاع ربنا، انت عليك تجينا والباقي كله مش بتاعك. يا يعني لو قعدت ما قلتش معاك وقعدت اتفرج كده. ايوه، ما انا قلت لك الحضرة هي فيض حنان رحماني في سرادق بساط أنس، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إلا، عد معاي، إلا نزلت عليهم السكينة، الهدوء البال، الراحة النفسية، علاج للاضطرابات اللي الكون كله الكوكب كله عايشه ده هنا، إن صحت النية.
إن كنت جاي عشان تذكر ربنا بس، أي حاجة تانية هتطلع زي ما جيت، أنت ما تبقاش حضرت. نزلت عليهم السكينة. إيه السكينة دي؟ السكينة غير الرحمة. السكينة أعلى معاني الرحمة، هدوء البال، الارتياح النفسي، التصالح مع الذات اللي الناس كلها العالم كله بيدور عليه مش لاقيه. كبير يشتهي الصغر، وصغير ود لو كبر، وصاحب المال في ضجر، وفقير يشتهي الغنى. أهم حاروا مع القدر أم هم حيروا القدر؟ الناس مش مرتاحة، لا اللي عنده مرتاح ولا اللي ما عندوش مرتاح، ولا اللي بقى وزير مرتاح ولا الغفير مرتاح. ليه؟ لأننا خلت حياتنا من معاني السكينة، خلت قلوبنا من معاني الرضا. فين نلاقي الدواء ده؟ هنا. وهتحسه دلوقت، بس جهز لقلبك، جدد النية والباقي بتاعه هو. معقولة يحصل لي كده؟ أكيد أكيد. أحسن الظن في ربنا، وأحسن الظن فينا كمان، لأنه قال لك كل الليالي ليلة القدر فاجتهد، وكل الأولياء الخضر فاعتقد. يا رب نظرة في عين بعين المصطفى في وجه المصطفى، يا رب نظرة صفا في وجه المصطفى. كنت في المدينة وكتبت للنبي قصيدة أقول يا قلب إيه يا قلب إيه، حتى الناس اللي معايا ناموا، نهار أبيض، يا قلب إيه يا قلب غني أنت في حضرة الصفا، يا قلب غني لاح نور المصطفى، انظر وقد لاح الجمال متمما في طلعة الحسن البديع المنصفة. يا قلب غني يا قلب غن رتلا حسن طلعة وعلى جلال الوجد كن لي منصفا. نزلت عليهم السكينة وبعدين غشيتهم الرحمة. قالش ما نزل جينا عند الرحمة، عبر بمعنى تاني، غشيتهم الايه؟ الرحمة. الغشيان اللي هو أن يغمر الحق الخلق في الرحمة، فلا يدع للعبد مجالا أن يغيب. قال بقى حفتهم الملائكة. ليه بقى حففان الملائكة؟ قالوا يا جماعة خلي عقلك واسع شوية، التشريفة بتاعت سيدنا النبي، تشريفة الجلال، تشريفة الجمال. لما؟ لأنه عما قليل سيمس نور المصطفى تلك القلوب. تجهيز. طب واقفين حوالينا ليه؟ عشان الأغيار ما تدخلش هنا، عشان ما يبقاش هنا غير الايه؟ غير النور، عشان الناس تغرق في النور اللي محرومة منه. وإلا طب ما أنا ممكن أقول الأوراد في بيتنا، ما أنا ممكن أقول أمسك المصحف وأقرأ في بيتنا، مش هتوصل، مش تعرف تجيب دي خالص، دي مخصوصة للمجتمعين على ذكر الله، لا سيما إذا كان الجمع في محبة سيد السادات، فإن لهم ملائكة مخصوصة تحف من اجتمعوا على محبته. وبعدين حفوا الملائكة، عرفنا حكاية الملائكة إنه دول حرس، حرس مش جايين هنا علشان حرس. إيه الحرس زي يعني؟ أنت أرقى قدرا عند ذكر الله من الملائكة. لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال ربنا إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة قالوا له أنت هتجيب واحد قتال قتلة؟ هتجيب واحد يعمل مصيبة؟ قال لهم ما تعرفوش حاجة، اسكتوا. شوف بقى الملائكة قالت ونحن إيه؟ نسبح. فراح ربنا سبحانه وتعالى كل ما يخلي واحد يسبح ربنا يجعل الملائكة اللي قالت ونحن نسبح ينزلوا يقفوا جنبه يستغفروا، كأن هذا اعتذار على اعتراض سبق.
فنزول الملائكة عند ذكر الله للذاكرين ما هو إلا سجود كما سجدوا لآدم، يسجدون بأجنحتهم للذاكر، يرفرفون حول رؤوسهم ويقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فكان دي الثالثة. الرابعة، الكرامة الرابعة، أن الله سبحانه وتعالى بقى خلاص جهز الجلسة، أنت عملت اللي عليك، أنت عملت بخور ونظفت المكان وجبت اللي عندك، وهم جم وخلاص وقعدوا، ده اللي عندكم، كل واحد فيكم دلوقتي عمل اللي عنده، كل واحد بذل قصارى ما في وسعه، صح؟ أترون ربا أبخل من عباده؟ أولا سيتغشاهم برحمته ويغشاهم وينزل عليهم سكينته، وبعدين يحفهم بملائكة الرحمة حتى يحفظهم من الشياطين والأغيار، ثم يتجلى جلال الحق على قلوب الذاكرين. يكون الضيف الأعظم في الجلسة مين؟ الله جل جلال. يقول إيه؟ شوف بقى، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يحصل ايه دلوقتي؟ ام يجي ربنا واخد المجلس كله تصويرا وتقديرا يرفعه الى ملأ افضل مما نحن فيه.